أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا قضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأحلّ الله البيع وحرّم الربا. لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنزل كتابه المبين وجعله هدى للمتقين نواصل حديثنا أيها الإخوة في هذا المجلس وقد وقفنا عند قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها آية مئة وأربعين هذه الآية أيها الأخوة وما بعدها آه واردة في الأمر الصريح باستقبال القبلة واردة في الأمر الصريح باستقبال البيت الحرام بعد التأكيد وتكرار الأمر والتهيئة إليه وبعد أن مهد الله عز وجل لذلك بعدة ممهدات كما ذكرنا قبل ذلك كما قال الله عز وجل ولله المشرق والمغرب أي له أن يولي من يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى وقوله تعالى <applause> ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وقوله سيقول السفهاء من الناس وقوله كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس كل ذلك تهيئة لهذه الأمة لأن تتلقى أمر الله عز وجل بالقبول والتسليم والإنقياد التام والطمأنينة والطمأنينة التامة في مواجهة ما يلاقونه من استهزاء وسخرية وكيد المنافقين واليهود ولذلك جاء, النبي جاء الخطاب هنا للنبي مباشرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لاحظوا أيها الأحبة أن أن الله تعالى قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وهذا يدل على عناية الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك؟ الله تعالى قال: قد نرى تقلب وجهك، <applause> يعني نرى أنك تتطلع إلى ربك إلى أن يحولك من البيت من بيت المقدس إلى البيت الحرام. <applause> فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مهد الأمر وذكر إبراهيم وذكر بناء البيت وذكر إسماعيل وبناءه مع إبراهيم تطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلة أبيه وقيل كان علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من, من علم أهل الكتاب أنهم في كتبهم أنه آخر, أن آخر نبي سيكون تكون قبلته البيت الحرام وقيل ان الله تعالى اخبره او جبريل على كل حال الروايات في هذا والاقوال مختلفه. فقوله قد نرى تقلب وجهك ولم يقل قد نعلم فهذا يدل على عنايه ربانيه بنبينا صلى الله عليه وسلم ويدل ايضا على كريم وعظيم ادب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه كيف ذلك؟ تصوروا يا اخواني النبي عليه الصلاه والسلام كان يريد ويتطلع الى ان يحول الى البيت الحرام لكنه لم يسال ربه لماذا ادبا منه عليه الصلاه والسلام في ان يسال ربه شيئا يخشى ان يكون كلفه على نفسه او على امته عليه الصلاه والسلام ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم امته واصحابه ان يكثروا السؤال فلم يستعجل عليه الصلاه والسلام سؤال ربه وإنما كان تطلعا وترقبا له وهذه هي عادته عليه الصلاة والسلام في جميع أمر التشريع لا يسأل ربه تشريع أمر من الأمور بل ينهى عن كثرة السؤال المؤدي لذلك خشية أن تعجز أمته أو تضعف عن القيام به فيكون أعظم حجة عليها وهذا من عظيم حكمته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم تأملوا أيها الحبة قول الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها. التعبير في قوله لنولينك ماذا يفيد؟ لم يقل لنصرفنك او لنحولنك. التولية تدل على ولاية ولاية وعناية ربانية من الله عز وجل بنبيه فلنولينك يعني بمعنى سنمنحك رعاية وكرما وشرفا قبلة اشرف قبلة فقوله لنولينك من الولاية والرعاية التي تشمل التكريم <applause> والتشريف وفي هذا ايها الاخوة اشعار بتولي هذه الامة امر البيت كله وتولي عهده وانه سيكون ستكون او سيكون هذا البيت قبلتهم دون <applause> غيرهم او من, من من تبعهم وفيه ايضا بشاره بقرب زوال امر قريش لانه اذا تولى النبي صلى الله عليه وسلم امر البيت ويدخل في ولايته رعايته فان ذلك مؤذن بقرب زوال امر قريش وهو بشرى من الله لنبيه ثم تاملوا ايها الاخوه قال الله عز وجل فلنولينك قبله ترضاها لم يقل هنا تهواها او تحبها او او نحو ذلك قال ترضاها وما معنى ترضاها؟ الرضا يا اخواني رغبه ومحبه ناشئه عن تعقل يعني رضيت بالشيء رضيت بالشيء يعني بعد ان عرفت انه هو المصلحه التامه وهو ال ال الذي هو يناسب حالي فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راى الامر أن ذلك قبلة أبيه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أبواه فرضي أن تكون تلك القبلة هي قبلة أمته فقال الله عز وجل ترضاها ولم يقل تهواها أو تحبها فما أعظم هذا التعبير ثم قال الله عز وجل فول وجهك شطر المسجد الحرام فخص الأمر ابتداء إليه عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنه هو المبلغ وهو النبي الكريم عليه الصلاه والسلام، فهو الاصل في التبليغ وان امته متبلغة عنه او متبعه له في ذلك الامر. قال فول وجهك شطر المسجد الحرام. في هذه الآية نأخذ عدة احكام ايها الاخوة، وهو اولا قبل هذه الاحكام نلحظ ان الله قال فول وجهك. ويدل على هذا ناخذ منه حكما هو آه لزوم تولي الانسان وجهه الى القبله وعدم جواز الالتفات في الصلاه، قد جاءت السنه بذلك وان كانت جاءت السنه بذلك بعد فتره من الصلاه. فهذا دليل يمكن ان نستنبطه من هذه الايه، قوله شطر المسجد الحرام ولم يقل عين المسجد الحرام، ماذا يدل عليه؟ يدل على ان اللزوم الواجب على في الاستقبال جهه القبله لمن لم يكن معاينا لها والايه نازله في اين نزلت في المدينه وفي المدينة لا يمكن معاينة الكعبة فيها فقال هنا شطر المسجد الحرام والشطر هو الجهة هو الجهة كأنه قال فولي وجهك جهة القبلة فيؤخذ من هذا حكم وهو لزوم استقبال جهه القبله لا عين القبله لمن لم يكن معاينا لها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله اي في المدينه يعني الجهه ما بين المشرق والمغرب كل هذا الاتجاه قبله لاهل المدينه بين المشرق والمغرب اما نحن فما بين الشمال والجنوب من جهه الغرب ف لو مال الانسان قليلا غير عامد فلا بأس ولا حرج عليه ويدل على ذلك قوله عليه الصلاه والسلام ما بين المشرق والمغرب قبله وهذه رحمه من الله والا لو امرنا تعيينا باتجاه القبله بتوجه لعين القبله لشق ذلك مع انه مع انه في هذا الوقت بالذات في هذا الزمن يمكن للانسان ان يعاين عين الكعبه كيف ذلك؟ هذه الأجهزة المتطورة التي توصلك إلى النقطة الدقيقة لتوجه لجهة الكعبة نفسها ف لكن لا نلزم الناس بأن يأخذوا بهذه الآلة لا يمكن أن يصلي إلا أن يأخذ هذا الجهاز فيتوجه به إلى القبلة أو نحو ذلك لكن من استطاع لذلك لا شك أنه أولى وأكمل لاحظوا ان الله تعالى قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولم يقل شطر البيت لماذا لان الامر متعلق بماذا بالصلاه فسماه مسجدا فلما كان متعلق بالصلاه قال مسجد الحرام ثم ايضا ان هذا الاطلاق دال على ان اول ما اطلق لفظ المسجد الحرام في الاسلام اول ما اطلق لفظ المسجد الحرام المسجد الحرام بهذا الاسم في الاسلام فهو دال على شرف الامه بتسميه هذا بهذه التسميه نعم ثم قال الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره بعد ان خص النبي صلى الله عليه وسلم بالامر عممه للامه ليتعين امرها والا فان امر النبي صلى الله عليه وسلم كافي لكن لما ان الامر متعلق بالقبله والقبله امرها عظيم في الاسلام وهي اصل في الدين ولذلك سمي اهل الاسلام اهل القبله اكد الله عز وجل عليه بتاكيدات كبيره كثيره في هذه الايه الايات كما سياتي ثم قال الله عز وجل مخبرا عن حال اهل الكتاب قال وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم. كيف علم اهل الكتاب انه اهل انه الحق من ربهم؟ علموا ذلك بما في كتبهم ولذلك قال اوتوا الكتاب ولم يقل وان الذين وان اهل الكتاب او وان اليهود او بني اسرائيل قال وان الذين اوتوا الكتاب اي ان في كتبهم ما يدل على ان هذا النبي ستكون قبلته ستكون قبلته البيت الحرام وقد ورد في بعض الروايات ان النبي في اخر الزمان نعم ستكون قبلته البيت الحرام يعلمون ذلك في كتبهم لكنهم كتموه لكنهم كتموه نعم وان الذين اوتوا الكتاب يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون وفي في قراءة يعملون عما تعملون أنتم أيها الأمة في اتباع أمر الله لكم وعما يعملون هم في مخالفتهم وفي كتمانهم فانظر إلى أمر القراءات كيف دلت على هذين المعنيين ثم قال الله عز وجل ولئن اتبعت أهواء ولئن, اتبعت ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله بعض هذه الايه وارده في ماذا ايها الاخوه وارده في تاكيد عدم متابعه اهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يمكن ان يتبعونك لانهم لو تبعوك تبعوك في الاصل على دينك وملتك كيف وقد كفروا بالله من قبل وكفروا بانبيائهم فكيف يؤمنون بك فالله تعالى انس نبيه عليه الصلاه والسلام وطمانه وسلّى لالا يضيق صدره صدر المؤمنين قال ولا ان اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك فهذا دليل على المفاصله على المفاصله ولهذا قال بعدها وما انت بتابع قبلتهم لا يمكن لك يا محمد ولامتك ان تتبعوا قبلتهم بعد ذلك هذا دليل على ماذا على ثبوت أمر القبلة إلى قيام الساعة يعني توجه للكعبة نعم ثم قال الله تعالى وما بعضهم بتابع القبلة بعض يعني مما يدل ويؤكد على على أنهم لن يتبعوك أن بعض أهل الكتاب لا يمكن أن يتبعون قبلة بعض يعني اليهود لن تتبع قبلة النصارى ولا النصارى يتبعون قبلة اليهود فكيف بقبلتك يا محمد ثم قال الله عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ قال الله ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين خطاب شديد وعظيم في توعد لكن الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم بذاته انما لما كان الامر عظيما ومتعلق في اتباع اهل الكتاب شدد الله تعالى فيه وخاطب فيه نبيه صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في قاعدة من قواعد القرآن أن الخطاب إذا كان عظيما يتوجه ابتداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعظم أمر هذا الخطاب وليتبعه أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده وكما قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك هذا ليس مقصودا به ذات النبي صلى الله عليه وسلم وإنما مقصودا به ذات الأمر وهو عظم الشرك وعظم امره وعظم من اقترفه فلاحظوا هذا الملحظ العظيم العجيب الدقيق في كتاب الله عز وجل تلحظونه في كثير من الايات التي وجه الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا وليس ولا ولا لا يمكن وقوعه من النبي عليه الصلاه والسلام وهو المعصوم ولهذا ايها الاحبه بعد ان نزلت هذه الايه وبعد ان حول الله تعالى القبلة الى البيت الى البيت الحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد مخالفه اهل الكتاب بعد ذلك فاذا راهم على امر خالفهم عليه حتى قالوا ما ما بال محمد ما ان يرانا على امر الا خالفنا عليه بعد القبلة كانت هناك مفاصله مع اليهود لانهم دعوا وباساليب مختلفة من اول السورة كما ذكرت لكم ثم هيئهم الله عز وجل في الدعوة او ادخلهم في الدعوة في القبلة لكن القبلة لما كانت فيها تحويل عن قبلتهم تمت المفاصلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم مخالفة تامة وهذا يؤكد لنا ايها الاخوة عظم امر وتشريع مخالفة اليهود وان ذلك امر متأكد متأكد في امه الاسلام يخالفون اهل الكتاب وما حكمة قول الله عز وجل أو في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلا المخالفة التامة ويدخل في ذلك أهل الكتاب. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من اتباعهم لا تتبعن لا السنن من كان قبلكم حذو القدة بالقذة إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا لأمته من اتباعهم. وإنك حين ترى الواقع ترى وللأسف الشديد مخالفة امه الاسلام فيما رسم لها النبي صلى الله عليه وسلم من منهج في مخالفه اهل الكتاب وكيف نرى اليوم تبعيه امه الاسلام للغرب وكيف تاثرهم وتوجههم و و اليهم في امورهم العظمى قضاياهم الكبرى يتوجهون فيها الى ال 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 الكافرين او الى ال الغرب ولا شك ان هذا مخالفه لله ورسوله ومخالفه للمنهج النبوي وهذا الذي جعل أمة اليوم يا إخواني في منزلة من الضعف والذلة بين عند أهل, عند أهل الكتاب ثم قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون ماذا يفيد هذا؟ يفيد هذا يا اخواني ان الكافرين يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وما اتى به ويدخل في ذلك امر القبله لان المفسرون لان المفسرين اختلفوا في هذه الايه. يعرفونه من الذي يعرفونه؟ هل هم يعرفون امر القبله؟ او يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم؟ او يعرفون القران؟ الظاهر والله تعالى اعلم ان المقصود به هنا النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. لماذا؟ لأنه قال في سياق الآية: كما يعرفون أبنائهم، فشبهه بأبنائهم. يعني الإنسان ما يشك في ولده. وهو يعلم أنه ولده، لا يمكن أن يشك فيه، يعرفه. إذا جاء ولده فأعرف الناس به أبوه. فلذلك هم أهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي وأنه صادق وما جاء به صدق ومن ذلك القبلة لانه في كتبهم وصفه وكتبهم واضح هم اعرف من العرب هم اعرف بالنبي من العرب فلذلك قاله يعرفونه ولهذا قال وان فريقا منهم ليكتمون الحق الحق ما هو؟ الذي في كتبهم وهم يعلمون ثم قال الله عز وجل كلمه فيها الفصل وفيها اثبات الامر حتى يستقر في نفوس المؤمنين ما يتزعزعون في امر القبله لان وقت التحول مثل ما يقال وقت الازمه الناس يموجون فيها بالكلام والاخذ والعطاء واصحاب الشبه يلقون شبههم والمنافقون كذلك واليهود كذلك فالله تعالى اراد ان يرسخ في قلوب المؤمنين ان هذا هو الحق وان هذه القبله هي هي قبلتكم ولا شك فيها قال الله الحق من ربك والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه متوجه لامته فلهذا قال فلا تكن من الممترين <applause> أي الشاكين بأي أنواع الشك لأن الامتراء أدق من الشك فالله تعالى أراد أن يرسخ في نفوس المؤمنين هذا الحق حتى يعبدونه على بصيرة فلا يكون الشيطان يدخل عليهم فيهم مدخل ثم قال الله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ما مناسبة هذه الآية ما علاقتها يعني تتابع الايات ماذا ما تفيد هذه الايه ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات يعني ان كل امه لها قبله اليهود لهم قبله والنصارى لهم قبله وانتم يا امه الاسلام لكم قبلتكم فاغتنموا فاست هذه النعمه وهذه الهبه الربانيه لكم فاستبقوا الخيرات واتركوهم واعرضوا عنهم كان الله تعالى اراد ان يصرف الناس عن الكلام المؤمنين على أن الخوض في هذا الكلام وأن يدخلوا فيه بجدال مع هذا الكتاب إلا هذه قبلتنا حق أو قبلتكم باطل أراد أن يقطع هذا الكلام ويقول فاستبقوا الخيرات أي أنتم لستم مسؤولون عنهم اتركوهم إن كانوا يريدون الحق عرفوه أما أنتم فاستبقوا الخيرات واغتنموا هذه القبلة التي شرفكم الله بها وصلوا إليها واحرصوا على ذلك واستمسكوا به لكن هنا سؤال لماذا قال فاستبقوا الخيرات ولم يقل استبقوا توجه القبله ليعم ذلك جميع الاعمال لان القبله اصل فيتبعه كل عمل صالح فكان الله تعالى من رحمته ورعايته وحرصه ورحمته بهذه الامه سبحانه وتعالى امرها بالاستباق للخيرات كأنه قال اسبقوهم الى الخير لتكونوا انتم السابقون الاولون يوم القيامه فما اعظم هذه الرعايه الربانيه الكريمه بعد ان امرهم بالقبله امرهم باستباق الخيرات والتوجه اليه كاملا في جميع اعمالهم <applause> ثم قال الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شا... <applause> نعم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تَعْمَلُونَ هنا ايها الاخوه لاحظوا تأملوا الايات لعلكم تتأملون وتدبرون معي في المصحف لاحظوا انه جاء الامر بالتوجه في الايات ثلاث مرات كما ذكرت لكم من قبل ومن حيث خرجت فولي وجه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وهنا قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك. ثم قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فما فائده هذا هذه الاعاده وهذا التكرار؟ قلت لكم سلمكم الله ان الاعاده والتكرار في القران للشيء دليل على عظم الامر الذي ورد فيه. وأنه أمر تحتاج النفوس إلى هز أكثر من مرة وتأكيد أكثر من مرة حتى يرسخ في نفوسها عظمة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي أول مرة كيف جاءه قال فأخذني فغطني حتى حتى بلغ مني الجهد هزه ثم تركه قال اقرأ قال إنه سمعنا بقالة ثم اخذه مره مره اخرى فغطه حتى بلغ من منه الجهد ثم الثالثه لماذا لي يعني يستعد النبي صلى الله عليه وسلم استعدادا تاما في جميع حواسه وادراكاته لهذا الامر العظيم الذي نزل عليه عليهم من السماء فليس الامر بالهين ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ف يعني ادراك الانسان لا يك لا يكون الا حينما يهتز ويهزه الانسان فلذلك المعلم اذا اراد ان ينبه الطالب او الطفل ربما يهزه انتبه او خشيت على من على انسان من شيء انتبه تؤكد عليه مره او مرتين او ثلاث وهذا سر التكرار في القران والله اعلم لاحظوا في سوره الرحمن كيف ورد فباي الاء ربكما تأكيد ثم تأكيد ثلاثين مرة وفي آية الدين أيضا كرر رافض الكتابة في وجه واحد عشر مرات لأهمية الكتابة في أخر الإسلام حتى يتعلمون الدين ويكتبونه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون الكتابة مع أنه أمرهم بالكتابة في شأن إيش في شأن مدايناتهم لكنهم إذا تعلموا كتابة المداينات سيكون منهم اناس يكتبون شريعه الله وامر الله شريعه الله ودينه هنا قلت لكم ان هذا من باب التاكيد وايضا فيه معاني يمكن ان نقتبسها ان الامر الاول متوجه ل يعني الامر بالتوجه ابتداء الامر الاول للامر ابتداء بالتوجه والثاني لاثبات انه الحق ولهذا قارنه بقوله وإنه للحق من ربك. لاحظ الأمر الأول لأنه أول أمر فهو متوجه إلى الابتداء، ثم الثاني لإثبات أنه الحق، ثم الثالث ماذا؟ لاحظوا اقترن بماذا؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة. يعني هو أمر قطعًا لحجة المعارضين. قطعًا لحجة المعارضين. فانظروا هذا الترتيب وهذا التأكيد المقترن بالقرينة في السياق قال الله عز وجل نعم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حَيْثُ ما كنتم وإنه لِلْحَقُّ من ربكم والله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة من هم الناس الظالمون الكافرون اليهود والمنافقون والمشركون لئلا يكون عليكم لهم عليكم حجه بعد ذلك بعد هذا البيان التام لا حجة لأحد لأن الله بيّنه بيان تام قال إلا الذين ظلموا منهم يعني إلا الذين ظلموا وخرجوا عن أمر الله عز وجل وجاءوا بأمر من عندهم وكذبوا أمر الله قال الله بعد ذلك هؤلاء فلا تخشوهم واخشوني يعني ما لا عليكم منهم ليس عليكم منهم ضرر ولا تخشوهم وفي هذه الآية أيها الإخوة دليل على ماذا؟ دليل على حفظ الله عز وجل ومدافعته للمؤمنين بعد إقامة الدين فإن الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا فهذه الآية فيها دليل على أن الله يدافع عن هذا الدين إلى يوم القيامة كما قال الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوري ولو كره الكافرون. فهذا الدين محفوظ بحفظ الله له، قام به من قام وارتد عنه من ارتد. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون اذله على من اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. فالدين قائم لكن من ينصره فهو الموفق المهدى الى الطريق الصحيح. ثم قال الله عز وجل ولأتم نعمتي عليكم نعمة إيش نعمة الدين ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون يعني أتم نعمتي عليكم بأن حولكم للقبلة وأتم نعمتي عليكم بعد ذلك بإيش بالشرائع وهذه الجملة فيها إشارة للتشريعات التي ستنزل بعد تحويل القبله يعني كان الله يشعر هذه الامه ان الله سيتم يوم ان انعم عليها بالقبله سينعم عليها بالتشريع كله ولهذا جاء التشريعات بعد هذه الايه وفي السوره كلها انظروا الى هذا الملحظ الدقيق في هذه الايه ولعلكم تهتدون اي ان الله عز وجل اراد هدايتكم فهدايتكم حاصله بتحويل القبله وهدايتكم حاصله بإتمام نعمة الله عليكم بهذا التشريع الذي سيشرعه لكم ألا تلحظون أن هذا مشوق للتشريع يعني كأنه أراد والله تعالى أعلم يشوقهم للتشريع فإذا كانوا متشوقين للأمر لا شك أنهم يتلقوه بالقبول فانظر إلى رعاية الله وإعداد الله لأمة الإسلام لأن تتلقى التشريع وهذا ما قلنا لكم أكثر مرة أن محور الصورة عليه إعداد الأمة لتلقى التشريع لا شك أخي الكريم حينما تقول لإبنك ولله كتابه المثل الأعلى سأعطيك هدية تسعد بها أو سأمنحك شيء ستكون فيه سعيدا أترى هذا الطفل أو هذا الإبن أو هذا الموظف حينما يقول له رئيسه ساكلفك بامر هو الحقيقه فيه عز لك وشرف وفيه صداره سينتظر هذا الخبر وسينتظر هذا الامر وسيكون بشوق عظيم فكذلك الله عز وجل يشوقنا بان هذا التشريع من تمام نعمته عليكم علي علينا ولهذا قال في سوره الفاتحه صراط الذين انعمت عليهم انعمت عليهم بالدين فتم ذلك ثم قال الله عز وجل <applause> ولعلكم تهتدون اي ان الله اراد لنا الهدايه وهذه من كمال نعمه الله علينا اراد لهذه الامه الهدايه التامه وهذا معنى قوله اهدنا الصراط المستقيم الذي نسال الله تعالى دائما في كل صلاتنا هذا السؤال العظيم ثم قال الله كما ارسلنا فيكم رسولا منكم ما معنى الكاف هنا متعلقه بماذا؟ هذه اختلف فيها المفسرون كما ارسلنا ايش؟ يعني هديناكم كما ارسلنا او اتممنا عليكم كما ارسلنا او حولناكم للقبله كما ارسلنا <applause> الظاهر والله تعالى اعلم كان الله اتممت عليكم نعمتي بمنحكم هذه القبله التي هي خير قبله كما ارسلنا فيكم خير رسول لاحظوا المعنى الدقيق العظيم اتممت عليكم بان منحتكم خير قبله كما ارسلنا فيكم خير رسول فاغتبطوا بهذه النعمه بهاتين النعمتين واستمسكوا بهما وعضوا عليهما بالنواجد. ولهذا قال في مهنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومهمته يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب الحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هنا سؤال ايها الاخوه هو قال هنا يتلو عليكم اياتها اياتنا ويزكيكم. في الآيات التي السابقة في قصة إبراهيم ماذا قال؟ يتلو عليك عليهم آه نعم، وابعث فيهم رسولا منهم يت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويش ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هنا قال يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، قدم التزكية ويعلمهم الكتاب والحكمة، ما الفرق بين الموضعين؟ الفرق بين الموضعين أيها الإخوة هو ان الحديث هناك عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا، فوظائف الرسول بالترتيب تلاوه وتعليم وتزكيه، هذه وظائف الرسول، هذا الاصل في التعليم. هنا الحديث عن من؟ عن الامه وما من الله تعالى بها على في في رعايتها واكمال الدين لها، فقال يتلو عليهم اياتك ويزكيهم. فلا شك ان التزكية احق بالامة او في نتيجتها هي راجعة للامة اكثر من التعليم لانها هي النتيجة التي ترجع الى الامة، هي الثمرة المرجوة للامة، حينما حينما الانسان يتعلم العلم ليش؟ ليزداد به ايمانا وتزكية وعملا وهذا يا اخواني ناخذ منه درسا عظيما وفائده جليله دقيقه هي ان العلم اذا لم يورث العمل لا خير فيه وان الاصل في العلم <applause> والتعليم هو التربيه والتزكيه نحن نقيم هذه المدارس لتزكيه ابنائنا لا لملء عقولهم بالمعلومات اذا كان هدف المدرس ملء عقول الابناء بالمعلومات فوالله لن يتربوا ونحن أيضا في دروسنا هنا وفي بيوتنا إذا كان المقصد أن أبناءنا ترسخ في نفوسهم معلومات كثيرة فليس هذا تربية القصد هو التزكية ومما يدل أيضا هنا أيها الإخوة من الفوائد أن أقرب طريق للتزكية ما هو نأخذها من الآية تلاوة القرآن يتلو عليهم آياتك آي 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 نعم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم. فاعظم ما يزكي النفوس كتاب الله عز وجل. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. فلا شك ان اعظم ولكن اعظم ما يزكي هو التلاوه، لكن التلاوه المقصوده هنا التلاوه المتدبره التي يعرف القارئ فيها مراد الله، ماذا يريد الله منه؟ فيتبعه وثم قال الله عز وجل: ويعلمكم الكتاب والحكمه وقد ذكرنا ان الكتاب هو القرآن وما فيه من من تشريعات، والحكمه هي السنه التي هي مبينه للقرآن، ثم قال: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ما المقصود يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون؟ هذه يا اخواني فيها اعجاز قرآني، وهو ان الله وعد الامه بأن يفتح لها العلم والعلوم، قال: ويعلمكم ما لم تعلمون الآن فكل من قرأها سيعلمه الله تعالى علما جديدا ولا زال العرب منذ انزال هذا القران يتعلمون علوما جديده حتى في بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم كم تعلم الصحابه من العلوم لا شك واليوم يا اخواني قد انفجرت العلوم وانفتحت الدنيا على مصراعيها بعلومها وحتى سبق اهل هذا الزمن من قبلهم في علوم الفلك سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. هذا معنى هو ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، اي ان من اخذ هذا القران من اخذ هذا القران حقا وتعلمه وتعلمه, وتعلمه وتزكى به فان الله سيفتح له افاق العلم، لان هذا القران يا اخوان كل شيء فيه، كل العلوم ما في اكتشاف يا اخواني اليوم اكتشفوه واصبح حقيقه الا وقد اشار القران اليه. سبحان الله ما اعظم هذا القران، ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء. فما اعظم هذا القران لو اخذناه يا اخواني ليكون مصدرا لنا في علمنا. ولهذا قال الله تعالى في ايه الدين: واتقوا الله ويعلمكم الله، اي انكم اذا اخذتم هذا القران وهذا الدين وحفظتم واستمسكتم به فان الله سيفتح لكم افاق العلم كله. ثم قال الله تعالى: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اشكروا لي ولا تكفرون. فهنا ما مناسبتها؟ مناسبتها ايها الاحبه هي انك بعد ان تغتبط بعد ان يبين الله لك هذا البيان ويمنحك هذه القبله احسن اعظم قبلة خير قبله. ويمنحك هذا الرسول الذي هو خير الرسل ماذا يشرع لك أن تذكر الله عز وجل وأن تشكره حق شكر على هذه النعمة يعني أن تغتبطوا كأن الله تعالى قال فاغتبطوا بهذه النعم واشكروا الله عليها فقد منحكم نعما لم يمنحها أحد قبلكم ولهذا قال فاذكروني أذكركم أعرفوا قدري وفضلي أعرفوا ما لكم من الجزاء وأزيدكم من فضلي فما أعظم هذا اتباع هذه الآية بعد الآيات السابقة ولهذا قال اشكروا لي ولم يقل اشكروني اشكروا لي يعني بالعمل اشكروا لي بالعمل فرق بين اشكروني واشكروا لي كلاهما دالان لكن هنا عبر بقوله لي بالعمل للإشارة إلى العمل اشكروا لي بالتمسك بهذا الدين والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات يا إخواني انظروا سلمكم الله إلى تتابع الآيات في سياقها وغرضها وموضوعها الله عز وجل هنا بعد أن بين القبلة بعد أن حول المسلمين إلى القبلة وأكدها عليهم ورس في قلوبهم أنها الحق هذا دافع للمؤمنين إلى يستمسكوا بهذا الحق وأن لا يفرطوا فيه ودافع وهو دافع أيضا إلى للكافرين المنافقين واليهود إلى ماذا؟ إلى أن يشنوا هجومهم بقدر استطاعتهم للمسلمين يوم أن أكرمهم الله حسدا وبغيا لا شك كما, هي طبيعة البشر <applause> يوم أن رأى اليهود أن أمة الإسلام شرفت لا شك أن ذلك سيتوجه في سيوجههم <applause> إلى النيل منها ومحاولة مواجهتها بكل ما أوتوه من قوة فالله عز وجل بعد أن رسخ في قلوب المؤمنين هنا أمرهم قال استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فإنكم ستواجهون حربا بعد اليوم انتبهوا لأنكم أنتم الآن واجهتم الناس ف وخالفتموهم فلا شك أن هذا داع إلى المواجهة فهنا من إعداد الله وتهيئة الله وتربية الله الأمة أن الله تعالى ينبهها بأن عدوا أمامكم يتربص بكم فهل هناك رعاية أعظم من هذه الرعاية؟ لا والله هذه الرعاية الربانية التي أشرنا إليها أكثر من مرة في هذه السورة ثم قال الله إن الله مع الصابرين وهذا يفيد أن الله مع هذه الأمة ما دامت مستمسكة بدين الله سبحانه وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى عفوا خص الصلاة هنا الصبر والصلاة لماذا؟ لأن الصبر في مواجهة المكاره والمشاق والصلاة هي في التحلية هي تخلية وتحلية تحلية بالإيمان والقوة الإيمانية والصلة بالله عز وجل فانظروا إلى السر في الجمع بينهما كأن الصبر فيه حصول ما لا ينبغي و نعم، تأثيره في حصول ما لا ينبغي والصلاة في حصول ما ينبغي. نعم، ثم قال الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ما مناسبتها؟ مناسبتها سلمكم الله أن هذه إشارة إلى وقعة بدر. وقعة بدر، هذه الآية هي تشير إلى يعني انظروا بعد أن الله عز وجل أمرهم بالصبر ها هو العدو قادم من هو هم المشركون فقال الله عز وجل هنا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ويؤكد هذا ساب نزول وهو ذكر الواحد قال نزلت في قتل بدر من المسلمين وكانوا بضعة عشر رجلا وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في سبيل الله مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها, ولذتها فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اي لا تقولوا من قتل في المعركه قد ذهبت حياته ونعيمه وسبق اجله بل هم احياء ولكن لا تشعرون و و و نعم بل أحياء عند رب بل نعم بل احياء ولكن لا تشعرون وفي سوره ال عمران بل احياء عند ربهم يرزقون فلاحظوا انه قال لا تقولوا اموات ولم يقل ماتوا. ما الفرق؟ هنا تعبير دقيق. الفرق ان اموات يعني مات ذكرهم وحظهم من الدنيا. واما ماتوا هم ماتوا باشخاصهم. فدلت قول دل قوله اموات على المعنيين جميعا موتهم وموت ذكرهم او موت نعيمهم او انهم انقطعوا عن نعيمهم في الدنيا. فقال الله بل احياء. هنا سؤال ما وجه تخصيص الذين قتلوا في سبيل الله بالحياه مع ان كل من مات فهو حي في قبره فهو حي في حياه البرزخ فما الفرق بينهم الفرق بين من قتل في سبيل الله ومن لم يقتل في سبيل الله تعالى هو ان الذين يقتلون في سبيل الله لهم حياه خاصه ورزق خاص في الجنه فخصهم الله تعالى بالحياه يعني انهم في قبورهم احياء ويرزقون من الجنه. يرزقون من الجنه فهذا دليل على فضل الشهداء اذا ماتوا في سبيل الله تعالى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ارواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقه بالعرش تسرح في الجنه حيث شاءت ثم تاوي الى قناديلها. هذا الفرق بين حياه الشهداء في قبورهم وبين حياة غيرهم أن هؤلاء يرزقون من الجنة وأن أرواحهم في الجنة نسأل الله التوفيق لنا ولكم والتحقيق العبودية التامة صلى الله وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن؟ افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها فعلى المسلم ان يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها الا بان يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآيه. تعلم علم اليقين ان الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والارض فحينها ليس لك سبيل ان كنت عبدا صادقا مؤمنا ان تتوجه لغير ربك